من منظمة أطباء عبر القارات مركز الملك سلمان. أخذنا نقطة إغاثية هون في المنطقة في المركز الإيواء. طبعا شغلتنا IMCI يعني أمراض الطفولة وتغذية الأطفال، نهتم في هالموضوع. استقبلنا يعني عم نستقبل كل شيء حالات جديدة عم تجينا من حلب، طبعا نازحين حلب. بنوزع الأدوية، طبعا نعاين الأطفال الموجودين، نعطيهم الأدوية اللازمة، ونوزع إغاثات كمان أغذية، وراح نحاول إن شاء الله نأمن يعني لباس وش نحسن نقدم إن شاء الله ما راح نقصر. Thank you.